عندنا 20 فرس عربية أصيلة مختصة في الولادة وأحصنة بربرية. هذه المهنة أردتناها أبا عن من على الجد والأب، وإحنا الجينيراسيون الثالثة اللي نديروا تربية الخيول. المزرعة نقوم بتربية الخيول العربية الأصيلة. عندنا هذه الأمهار نسهروا عليهم من عامهم الأول، وإحنا نسهرين عليهم بالرعاية البيطارية والأكل والأحشاب حتى يقفلوا 3 سنين. من يقفلوا هذه الأمهار الثالثة ناخذوهم للمضامير السباق في الجهة الغربية، كاين تيارت ووهران. تما كاين مدربين هما اللي يسهروا على تدريب الخيول هذه باش يدخلوا في ميادين السباق. الفترة هذه قامت السلطات بغلق الميادين السباق في ولاية تيارت وفي وهران. الان حنا عندنا هذا المشكل، دروك تاع غلق الميادين ما عندناش وين ندوه هاد الامهار اللي غادي نتعبوا عليهم 3 سنين وحنا نوجدوا فيهم، ما عندهمش وين يديروا سباقات الخيول. باش بقات هنا غير في الجزائر العاصمه بعيده علينا ب 550 كيلومتر، دروك النقل تاعهم يكلفنا مصاريف كبيره. دروك منين تبلع الميادين السباق حنا هاد الامهار اللي نتعبوا عليهم وكذا وين ندوهم؟ لا بد ندوه هكا كيروحوا غير في البوشي ولا يروحوا للسوق يتباعوا بارخص الاثمان وحنا تعبنا عليهم. هذا هو الفحل تاع المزرعه، هو حصان عربي اصيل الاسم تاعه فيجاي وهو من سلاله نقيه. ان هذا الفحل هو اللي نحافظوا به على السلاله ونزيدوا نطوروا بها السلاله تاع العربيه الاصيله. انا نحوسوا نسعوا باش نطوروا شعبه تاع تربيه الخيول العربيه الاصيله، ونطلب من السلطات المساعدة بفتح الميادين مضامير السباق في كل من وهران وتيارت. بهذا نصل إلى ختام فقرتنا المحلية، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. عودة لك رضا. شكرا جزيلا.